حضرتك تحبي ايه على الغدا النهارده؟ شاتبريون وبكتب المشروم. حبيبي تحب تتغدى ايه؟ لا حبيبتي ما تعملوش حسابي على الغدا النهارده، عندي بيزنس لانش. خلاص يا عم خارج لك ما تزنش. سلام. طب وديزرت حضرتك تحبي تاخدي ايه؟ صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ انا خارج. عايزين حاجه؟ عايزين. تعال افطر معانا. لا لا مش هينفع، لازم نلحق الجيم. استنى يا ولد، سيب مفاتيح عربيتك هنا. سالم اظن هو فاهم كويس قوي انا بقول ايه. داد اليوم كان بيك ديل اوت باي ذا واي. مش انت اللي هتعلمني اقدر المواضيع ازاي؟ طيب ماشي يلا سلام. استنى يا حبيبي، انت هتخرج كده ازاي؟ خد مفاتيح عربيتي وانا هتصرف. لا لا واحد صاحبي مستني بره كده كده. يلا سلام. سلام. مش قلنا 100 مره بلاش حكايه دودي ومودي وسويت هارت دي؟ اتخرج والمفروض انه بقى راجل. لو النبي ما ينفع، دي مدام دورها اتبهدلت كلها عشان خاطري. بقول لك على حاجه، مني ليك يا مسام. انا يلا يا عم احمد السق. بس يلا باي باي. يعني مستكتر اني ادلعه في الحبه اللي بشوفه فيهم؟ وبعدين انت خدت منه ليه مفتاح العربيه؟ راجع امبارح في وش الفجر سكران ومحشش. ولد فاشل، مش كفايه انه من يوم ما اتخرج وهو ما فيش في دماغه غير السفريات والكلام الفاضي ده؟ ده بدل ما يجي يقف جنبي ويساعدني في البيزنس بتاعي. علشان عمرك ما اديته ريق حلو يا شيخ. ده ابنك الوحيد. أنا من زمان بفكر أعمل قناة فضائية، بس خطوة زي دي محتاجة دراسة متأنية فعلاً. ولا دراسة ولا حاجة، هما كام إعلامي مشهور هتجيبهم وتعمل لهم عقود بفلوس أكتر من القنوات اللي شغالين فيها، ويقدموا برامج توك شو، وقعدوا بقى يخبطوا في السياسة ويخبطوا في الحكومة ويعملوا لنا ملفات سخنة تجيب إعلانات، هي الحكاية ماشية كده. عندك حق،
بس احنا برضو محتاجين شوية ناس إعلاميين يكونوا كويسين وممتازين يعني ومحققين نجاح، وبعدين يقدروا يسيبوا القنوات الفضائية بتاعتهم ويجوا يشتغلوا معانا من غير ما يعملوا لنا أي مشاكل. أنت عارف أنا ما بحبش المشاكل في شغلي، أنا راجل رأس مالي سمعتي. لو كنت عملت الخطوة دي من زمان يا سالم بيه كانت القناة الفضائية دي نفعتك في الحملة الانتخابية. لا 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 لا، أنا ما بحبش الحكاية دي، علشان ما حدش يقول إنه بيستغل القناة الفضائية بتاعته في الدعاية الانتخابية. أنا كفاية عليا القنوات الفضائية الناجحة اللي بتستدعيني في برامج كتير قوي، ودي أحسن دعاية انتخابية ليا ومجانا. طبعا، ما أنت مش ملاحق من كتر المشاريع اللي عندك. يا سيدي، ما احنا مشاريعنا واحدة، احنا الاتنين. بس انت بقى عندك وقت تقعد وتتفرج عشان رامي كل حمول الشغل عليا. والحمل كمان هيزيد عليك يا باشا، ما انت داخل الانتخابات. احنا داخل الانتخابات عشان مصلحة، ما احنا مصلحتنا واحدة. سالم الحقني يا سالم. اهلا هاني. اهلا اهلا يا اشرف بيه، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا الظاهر جيت في وقت غير مناسب. لا لا لا، انا كنت ماشي. فرصة عيدة باشا، الشيك ابو 2 مليون جنيه ما تنساوش بقى. هيحصل. مع السلامة. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا هنا. درة. ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده يا حبيبتي؟ ايه؟ في ايه مالك؟ جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ ابدا يا حبيبتي، انت تيجي في اي وقت، كل الاوقات بالنسبة لك مناسبة، بس انت أول مرة تجيني الشغل هنا وتبقي متعصبة بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ موبايلك يا مشغول يا مقفول، وانا خلاص دماغي هتنفكر، كلهم متآمرين ضدي، ولادي الكلب، مش عارفة اعمل ايه. طب بس بس اهدي 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 دور حبيبتي. ايه اول مرة اشوفك كده؟ اقعدي 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 بس اهدي. ايوه، ابعت لي 2 ليمون على طول. ايه في ايه؟ ايه اللي معصبك كده؟ الواد الصحفي اللي جبتهولي وقلتلي انه هيزود توزيع الجنان، وقلتلي كمان انه كلمته تتوزن بالذهب. مصطفى علوي ده ولد صحفي شاطر جدا، عمل ايه؟ ايوه هو مصطفى الزفت ده. قوليلي عمل ايه وانا اقطعلك رقبته. كتب عن صفقة الحمير. حلو قوي، ده موضوع الساعة. جاب سيرة سامح جوز اختي وقال انه هو المستورد الاول للحم الحمير، وانه عنده مسلخ تحت بير السلم بيورد لحمها للمطاعم الكبيرة. وسامح جوز اختك هو اللي استورد الصفقة دي؟ ايوه يا سيدي هو. وانت ما قريتيش المقالة قبل ما تنزل المطبعة؟ اول مرة ما اقراش مقالة وراجعها قبل ما تنزل. اعمل ايه؟ ما خدتش خوانة، انا فورطه دبرني، مش عارفه اتصرف ازاي. المعلنين قطعوا التعامل مع الجرنان وبيطالبوا بفلوسهم اللي دفعوها. لا، موضوع المعلنين ده ما تشغليش بالك انت بيه خالص، دول كانهم شغالين عندي، احنا في بيننا وبين بعض مصالح مشتركه. اما مصطفى ده هوديه في 60 داهيه، ده لسه ما بقاش صحفي. اذا كان ما طلعش كرنيه النقابه وبيعمل فينا كده، امال لما يبقى صحفي رسمي هيعمل فينا ايه؟ أنا عاوزاك تنسيه اسمه وتحرمه يمسك قلمه ويكتب تاني. حاضر، من عيني. استنى، أنت هتعمل إيه؟ مش نفكر الأول قبل ما تتصرف؟ يا ست هتشوفي، أنت مش قاعدة هتسمعي ودانك وتشوفي بعينيك. لحظة واحدة. هتشوفي. ألو؟ سعادة الباشا، أنا آسف إني كلمت من غير ميعاد. لا، الموضوع ضروري. لا يا فندم، احنا ما نسرناش. لا والله، بس سعادتك عارف المشغوليات. حاضر يا فندم. في ولد صحفي اسمه مصطفى علوي، الظاهر الولد الصحفي ده في ناس وراه بتزقه وبتحرضه على ان هو يسيء لرجال الاعمال الشرفاء امثالنا. ايوه، خلوه كتب مقاله في الجورنال بتاع المدام بتاعتي. ايوه، مقالة مسيئة يا فندم. لا، محتاجين من سعادتك شدة، مش شدات اللي سيادتك عودتنا عليها. متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. شكرا يا فندم.
شكرا. اتفضل سعادتك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه رايك؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا سلمتي. وانا منك يا حبيبتي. عشان نخرج بقى من جو الكآبة ده، انا هعزمك النهارده في افخر مطعم حضرتك هتختاريه بنفسك ونتغدى فيه. ها قلت ايه؟ درة، ها بقولك ايه، هو اللحمة اللي جوز اختك بيبعتها لنا بقاله كام شهر من الصفقة دي؟ ها؟ ها وانا اقول ايه؟ ده انا على كده اكلت حوالي 3 حمير. بقول لك على حاجة؟ مني ليك يا نوسة. انا؟ اه يلا يا عم احمد السق. بس يلا باي باي. سلامة. مضطر يا حبيبتي. ماشي، في اجتماع بعد شويه. اتفضلي انت انزلي بقى اعملي الشوبينج اللي انت عايزاه واشتري اي حاجه انت تحبيها على حسابي. هو في فرق بين حسابي وحسابك يا حبيبي؟ ما هو كله من حسابك يا حبيبتي. باي. سلام. باي باي يا حبيبتي. باي قلبي. لا اله الا الله. اهلا يا حسن. ازيك؟ اهلا يا اساتذه. اتفضلوا اتفضلوا. كامل بيه اتفضل. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال سعادتك. اتفضل. هو حضرتك هتقضي راس السنه فين السنه دي يا فندم؟ والله لحد دلوقتي ما كونناش موقف انا والمدام. طيب اسمح لي، انا معايا تذكرتين سفر لبيروت هديه لسعادتك في راس السنه. ايه ده؟ ليه انا؟ ايوه فندم. متشكر قوي متشكر قوي 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 يا حسن. طيب يا سيدي يبقى فكرني بقى من الشهر اللي جاي اقلل لك مرتبك. لا يا فندم انا مش شاريهم، ده ابن خالي بيشتغل في شركه سياحه وهداني بيهم، فقلت سعادتك والهانم اولى. والله طب برضه بقى فكرني من الشهر الجاي ازود لك مرتبك. رحله سعيده ان شاء الله يا فندم. الله يخليك. ها طمني، ايه اخبار الدعايه الانتخابيه؟ كله تمام يا فندم.
اليفط والبنرات الاوت دور كلها اتعلقت. حضرتك وانت معدي على الدائري او المحور النهارده هتلاقيهم منورين باسم وصوره سعادتك. طب والرمز الانتخابي؟ اهم حاجه الرمز الانتخابي لازم يكون واضح. طبعا يا فندم طبعا، حضرتك رمز العدل والعداله، رمز الميزان. رمز الميزان حاجه جميله قوي. مش باقي بس غير ان حضرتك تعمل كده قعده او قعدتين مع اهالي الدايره بتاعتك، يعني تقول لهم كلمتين حلوين كده، وهو بالمره تشرح لهم خطه سعادتك الانتخابيه. خطتنا الانتخابيه؟ ايوه يا فندم. والله فكرتني. يا انا ليل ونهار مفيش حاجه شغله دماغي غير خطتي الانتخابيه. يا ريتك بقى ايه بايدك الحلوه دي تعمل لي خطه انتخابيه كده من الالف الى الياء، وتكتب لي فيها كام شعار من اللي يهمه الجماهير، زي مثلا العداله الاجتماعيه، العداله الانتقاليه، الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، مصر اولا واخيرا، والحاجات اللي تهم الناس دي. احنا من الناس، احنا من الناس، احنا يعني جايين منين؟ طبعا يا فندم طبعا. وما دمنا احنا بقى بنشتغل للناس، عايزك تحجز لي قاعة كبيرة شيك في فندق 7 ستارز عشان نقعد فيها مع أبناء الدايرة. أصلا بيني وبينك شغل القهاوي واللف على القهاوي والشوادر دي ما بياكلش معايا، أنت عارف. مفهوم يا فندم. طيب اتفضل أنت بقى وأنا دقيقتين وهكون عندكم. طيب بعد إذن سعادتك. اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل. الواحد يبدأ السنة الجديدة بنية صافية. خلاص يا مدام، علمتلك كل شنطة بشريطة علشان تعرفيهم على السير، ده أحسن يضيعوا منك زي المرة اللي فاتت. ما وصيكيش يا إناس، تخلي بالك من البيت ومن آدم، إحنا مش هنغيب كلها يومين اتنين ونرجع على طول، وأي حاجة تعوزيها تتصلي بالأستا سعد. ما تقلقيش يا مدام، هي دي أول مرة تسافروا، روح أنتوا بس وانبسطوا وارجعوا لنا بالسلامة. الله يسلمك. هروح بقى نادي أستا سعد عشان يشيل الشنط. ماشي. إيه ماما؟ إيه يا حبيب ماما؟ ما وصيكش يا حبيبي، تخلي بالك من نفسك ومن اكلك، واي حاجه تعوزها تكلمني على طول. حاضر يا حبيبتي، بس بقول لك ايه، مش سيبيني فلوس المره دي ولا ايه؟ لا عيب عليك، في الدور جيه اللي انت عارفه. حبيبتي حبيب قلبي. ولا اخوان ترجعوا بالف سلامه. يلا يا مدام، عندنا ميعاد طياره. تكير. حاضر يا بابا. باي باي. عم ربيع، يا عم ربيع، عم ربيع تعال. بالراحة بالراحة. نعم يا بنت. خد طلع كيس الزبالة بره. طيب. عم ربيع، يا
يا عم ربيع تعال. انت اتعشيت؟ الحمد لله يا بنتي، الف شكر والف حمد يا رب. طب خد الموزة دي حلي بيها. ها؟ حلي بالموزة. كتر خيرك يا بنتي، متشكر قوي يا بنتي. بالراحة. عليكي بقى الفيلا بحالها والجو خليلك انتي وادم. يا بت اتلمي، ده انا طول عمري بعمل زي اخويا، عمري ما فكرت فيه بالطريقه دي ابدا. وماله يعني؟ وايه انا اصغر منك؟ مش مشكله، مش امه وابوه من كريمه المجتمع؟ عارفه يا بت لو ما عرفتيش تلفي دماغه وتتجوزيه تبقي خايبه وما تستاهليش بقى الفرصه اللي جاتلك. فرصه ايه يا بت يا منيله انتي؟ بقولك ايه؟ صاحبة دماغي تودي في ده. بعدين مين قالك ان ابوه وامه هيوافقوا على حاجه زي دي؟ انتي فاكراهم هبل يا بنت المجنونه؟ استني استني استني، طب بقولك اقفلي دلوقتي عشان امي بيكلمني الناحيه التانيه. سلام. اي ماما. لا يا حبيبتي نازله طبعا اجازه، بس مستنيه بس البيت يقول هنا عشان هما في اجازه، او ما يرجعوا من السفر على طول هجيلك، يعني يومين ثلاثه كده. لا هجيلك يا حبيبتي. طب بقولك ايه، هقفل عشان عندي شغل. سلام. عشتي؟ أنا؟ لا ما تعشتش. هو حضرتك جاي أنا أحضر لك العشاء؟ يلا بينا نتعشى بره. نتعشى؟ طب ما هي التلاجة مليانة أكل، نتعشى بره ليه؟ تلاجة إيه بس؟ يلا انا كده كده هشتري حاجات كمان لحفله بكره. حفله ايه؟ هو انت هتعمل حفله؟ اه طبعا، بكره راس السنه واكيد هعمل حفله وعزم اصحابي كلهم. يلا بقى. طب هو يعني ضروري يعني اجي مع حضرتك؟ اه ضروري قوي كمان تيجي مع حضرتك. طب هكلم قسط سعد يجي يوصلنا على طول. قسط سعد ايه بس؟ وانا معايا عربيتي. يلا. عربيتك ايه؟ لو انت نسيت ان البي اخد منك مفاتيح العربيه. والله العظيم انت بتجنني. البي اه. طب البسي يلا وحصلي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشياكه دي بس؟ انت كمان حاطه ميك اب؟ عجبك؟ عجبني؟ انا ما شفتش حلاوه كده في حياتي. اصل انا ما بحبش احط مكياج، بس يعني شكلي كده ينفع اخرج معاك؟ ينفع تخرجي معايا؟ ده انا اخش اقعد في البيت وانت اللي تخرجي لوحدك، انا مش هخرج غير معاكي اصلا بعد كده. بس بقى ما تكسفنيش. وانت جبت المفتاح منين؟ هو انت مثلا فاكره ان انا سبت ابويا يسافر بالنسخه الوحيده وانا معيش عربيه؟ معايا نسخه ثانيه طبعا يا حبيبتي. يخرب بيت حالك، ده انا افتكرتك سرقته. سرقته وانا حرامي؟ دي عربيتي على فكره. يلا تعالي انت اللي هتسوق. اسوق ايه ده طبعا؟ لا ما هي الحلاوه دي لازم هي اللي تسوق. افرض لسه في لجنه مثلا ولا حاجه. لا انا هروح اركب الناحيه. والله العظيم انت اللي هتسوق. والله ما هينفع. لا يلا. لا مش يلا بقى عشان خاطرك. هخبط العربيه. لا ما انا جنبك. عمري ما سوقت. معلش هعلمك عادي، حاسبي دماغك. خدي المفتاح. طب مش هعرف ادورها. طب ما انا حطيت المفتاح وما دريتش اهي. دوسي فرامل. طيب دي؟ ايوه. ها بصي اهو كده دار. نزلي بقى دي. اطلعي بقى يلا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. الله عليك يا نوسه يا جامد.
مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم سالم الشافعي وحرمه. خليك معايا شوية. بتكلمي مين دلوقتي؟ احنا في رحلة جايين نريح أعصابنا وننبسط شوية. بكلم دودي وما بيردش. أكيد مشغول مع أصحابه. غير في 2-1-1. 2-1-1 لبناني صح؟ صح. اتفضلي. ادم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا يعني كنت عايزه اقول لك اوعى تفتكرني يعني ان انا واحده اي كلام. كمني يعني بشتغل عندكم في الفيلا الشغلانه دي؟ ولا كمني يعني رضيت ان انا اخرج معاك النهارده؟ بس والله انا بنت ناس كويسين. ده انا خريجه جامعه، خريجه خدمه اجتماعيه بنا. ياه بجد؟ اه والله. عشان كده على طول بتعملي من بنا. يلا بقى، تنسيق هو اللي وداني هناك. بس أنا يعني اضطريت أقبل الشغلانة دي علشان أصرف على بيتنا بعد ما أبويا توفى. أصل معاش أبويا ما بيقضيناش. وبعدين أمي ست بيت ملهاش معاش. وأنت بتقولي كل الكلام ده ليه؟ الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ عشان كده هاكل لوحدي. لا والله ده الأكل حلو قوي. أنا حتى جعانة جدا ولسه جعانة على فكرة. بس يعني حبيت يعني أكلمك عن نفسي شوية عشان ما تفهمنيش غلط يعني وتعرفني كويس. طيب مبدئيا انا كل ده ما يهمنيش. اللي يفرق معايا ان انا قدامي واحده لذيذه وزي القمر. قولي بقى. يوه امي هداني مكالمات مساعة مسافري. هي مسافه تتفسح وهتكلمني من هناك. طب ما ترد عليها هتلاقيها عايزه تطمن عليك. لا لا مش وقته بقى. بقول لك ايه، تيجي نقوم؟ صحتك. لا انا مش عايزه اشرب كتير، مش عارفه ليه حاسه ان انا تعبانه. تعبتي ولا عجزتي؟ عجزت فشر. انا اصغر منك بسنين كتير جدا، ولا نسيت؟ لا طبعا. ما اقدرش انسى حاجه زي كده، بس انا جوزك استوري عليا. طب بكره من النجمه هلففك مولات بيروت كلها وما اشوف مين فينا اللي عجز وهيتعب. اكيد انا اللي هتعب من كتر المصاريف اللي هدفعها. في صحتك بقى. ايوه كده. Thank you.
نص اصحابك. يا نهار اسود يا نهار اسود يا لهوي يا لهوي، خبطت مين؟ اهدي اهدي بس، اهدي اهدي. خبطت مين؟ يا نهار اسود، امي مستني. بس مش حاجه. كنت انت رايح فين؟ ما تقف عشان نشوف خبطنا مين. رايح فين؟ اه يعني رايح فين بس؟ مش هقف، انت هتروح في داهيه. انت خبطت مين؟ مش هقف طبعا، انت هتروح في داهيه. لا لازم تنزل تشوف خبطت مين. انزل، مش هقف. ايه؟ مش هروح في داهيه انا. حد ابوس ايدك. ما خبطناش حد، هي غوبه ولا كلب ولا حاجه. ابوس ايدك. اقف هنا. اه يا ادم، شوف خبطت مين عشان خاطري. طيب اهدي اهدي. ابوس ايدك. يا نهار اسود ومنيل. يا نهار اسود. يا لهوي يا لهوي. يا ريت ما كنا خرجنا. يا رب عليك. يا لهوي يا لهوي. يا رب استر. يا رب استر. يا رب يا رب استر. يا رب يا رب استر. يا ريت ما كنا خرجنا. يا ريت ما كنا خرجنا. خبطت مين؟ خبطت مين؟ ما قلتش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ يعني مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ خبطت حاجه؟ ما خبطتش حد. لا خبطت. انت خبطت عيل. يا بنتي اهدي، ما خبطتش ست. اهدي بقى، ممكن يبقى كلب، ممكن يبقى حاجه. اهدي كلب. مش كده. ايه ده عيل يا ادم؟ خبطت عيل. يا بنتي كان كلب وقلت لك. مش كلب. ايه في ايه؟ ما بيردش يا ست. ما انا قلت لك اكيد استغل فرصه غيابنا وخرج يسهر مع اصحابه. وده اللي يخليه ما يردش؟ ما تقلقيش نفسك، انا هتصل بيه، انا عارف انه هرد عليا. ما بيردش. طب انا هكلم ايناس. ادم عشان خاطر ربنا يهديك. انا خدتك معايا ليه؟ انا خدتك معايا ليه؟ طب قصدي ام السيجاره اللي شلتها. ابوس ايدك، خلينا نعرف خبطنا مين. يا بنتي بس كفايه، هنزلك هنا. خدي كفايه. ما انت يا ايناس. يا ايناس بتقولي ايه؟ يا ايناس يا ايناس. ايه في ايه؟ يا ايناس في ايه؟ مش عارفه بتقول كلام مش مفهوم. هات هات هات. الو الو. الخط قطع. خبر خبر اسمه. واد ده كلب، عمال تطري اقول لك كلب. وحياه امي كلب. لا مش كلب. لا مش كلب، انا شفته بنفسي. ما مش كلب من حد مضايق. ايه ده من فوق؟ لا لا بقول لك انت. لا انا مش فايق. يا ادم حرام عليك، ارجع له يا ادم هيموت. ايه في ايه؟ انا لازم ارجع مصر دلوقتي حالا. مصر ايه؟ احنا لسه واصلين. واصلين ده ايه؟ ابني في كارثه، لازم اطمن عليه. لا استنى إيه؟ خليك انت. سمعت ايه بس؟ فهميني يا جره.
انزلي انزلي. زي انا مش هنزل. انزلي انت بتسرق العربيه. مش بسرق العربيه. انزلي بقول لك ازاي هروح ايدي عليك. هروح اشوف الواد اللي انت موتته. الواد اللي موتته؟ قلت لك مش واد والمصحف. لا واد انت مش عملت انت شارب حاجه ولا ايه؟ يلا قدامي على فوق قدامي على فوق. يلا يلا خش بقى يا شيخه فصلتيني بقى حرام عليك. مالك عالم بتخطفي بالكلام ليه؟ ما كانش ام زجاجه بتاع جنبك في العربيه. صدرتك يا اختي ولا ايه؟ اقعدي بقى عيطي بقى قولي انا من الصبح. وانا ما عملتش حاجه غلط واكيد يعني مش هقلف قصه من دماغي. هو انا يعني مصلحتي ايه؟ الولد مستقبله هيضيع يا سالم. ايه دي يا دور؟ الناس بنت عاله ومش ممكن هتتكلم. بس انا يا سالم بيه ما اقدرش اسكت. ما اكيد الواد اللي مات ده برده كان ليه مستقبل وضاع وزمان يعني اهله بيدوروا عليه. انت بتقولي ايه؟ انت عايزه ادم ابني يخش السجن؟ يا سالم دي الظاهر عليها اتجننت. ولا اتجننت ولا حاجه، دي الست العاقلين كده. انت كل اللي جايبكم النهارده انتوا لحقتوا؟ ادم تعالى يا حبيب ماما معانا. اقعدي يا ناس. شوف يا بنتي، انا زي والدك بالظبط. سيبك من ادم، ده ولد طايش، بس انت كمان ما يرضكيش ان سمعتي تتلوث في السوق بسبب موضوع زي ده. وكمان انا داخل على الانتخابات، وان كان على الشخص اللي العربيه خبطته، انا بنفسي هدور على اهله واديهم التعويض المناسب. وانت كمان خدي ده ظرف فيه 20,000 جنيه، اشتري كل حاجة انت عايزاها، ولو عاوزة تمشي من هنا كمان امشي، ما
بس لو فتحت بقك بكلمة واحدة عن اللي حصل انت ما تعرفنيش. انا غضبي وحش قوي. ماما بصوا على الموبايل عندي قاعد ولادك يا ولدي. دونت وري بيبي سي داون. احنا مش ممكن هنسيب اي حد يضايقك. اي حد يضايقني في ايه؟ انت بتقولي ايه يا ماما؟ مش فاهم حاجه. الناس دي كلبه ولا تسوى؟ دادي مش ممكن هيسيب اي حد ياذيك. انتوا هبت منكم بقى انتوا كمان وصدقتوا البت الهبله دي. انتوا البيت كله اتجنن شكلكم. انا اتخانقت منكم. انا هسيب لكم البيت وماشي شكلي. اديت لها الفلوس؟ الظرف اهو مش عايزه تاخده. في قد ايه؟ 20,000 جنيه. الظاهر ما عجبوهاش. خلاص انا هزودك 10,000 جنيه ولا يهمك. ما اقدرش يا مدام. ما تقدريش؟ ما تقدريش يعني ايه؟ امال انت عاوزه ايه؟ عاوزه تهدي البيت ده وتضيعي مستقبل ابني؟ ده لا عاش ولا كان اللي يعمل فينا كده. انت فاهمه؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت حته خدامه زباله معفنه. انا هربيكي، ده انا هفعصك برجلي زي الصرصار. انت قدامي منها الموبايل وحبستها في اوضتها لحد ما نفكر ونشوف هنتصرف في المصيبه دي ازاي. والتليفون الارضي؟ مفيش زفت تليفون ارضي في اوضتها. ايه يا سالم؟ انت هتسيب الولد اللي حلتنا يضيع؟ فين الزفت ده دلوقتي؟ بيت الزفت ده. هو ده اللي هبك يا سالم بيه؟ مش هبك واحد غلبان ابنك موته وهو سكران؟ انا بقى مش هسكت، هبلغ الشرطه. استني هنا. استني بقول لك هنا. استني هنا. بقول لك استني عندي. يا مجنونه هتودينا في داهيه. يا نهار اسود سالم. يا نهار اسود. يا نهار اسود.
ربيع! يا عم ربيع! عم ربيع! ما تبصلي! عم ربيع! عم ربيع! تعالى! 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 أيوة تفاهم! تعالى! أيوة أيوة! أنت مش كنت عايز يومين أجازة؟ مش كنت عايز يومين أجازة؟ أيوة ست هانم أيوة. طيب إحنا مسافرين وهنكلمك لما نرجع ماشي؟ طيب يا ست هانم تروحوا وتيجوا بالسلامة. يلا.
سليمة يا رب. على مهلك يا بنتي، على مهلك، على مهلك، على مهلك يا رب. استر يا رب، يا رب تجيب لها وقت سليمة ومطمنة عليها يا رب. صباح الخير. ايه ده؟ انت مين؟ لا مؤاخذة يا بيه، أصلها ما بتشوفش. أنا دعاء، أخت ناس التوأم، ودي أم. أصلها قالت لنا إنها نازلة أجازة، والتليفون بتاعها الموبايل يعني مقفول، قلنا نيجي نسأل عليها هنا. ودخلتوا هنا إزاي من غير ما حد يبلغنا؟ الظاهر إن هما افتكروني قماش. ما أنا قلت لحضرتك إحنا توأم، فولة واتقسمت نصين. إحنا آسفين يعني لو كنا أزعجناكم. هي خدت حاجتها ومشيت امبارح. طب تقدري حضرتك تقولي لنا نلاقيها فين يعني؟ وانا شعرفنا. معلش يا هانم، احنا اسفين. شكرا يا هانم، شكرا يا بيه. مع السلامة بقى، امشوا. السلام عليكم. في سلمة، في سلمة بنتي. أيوة كده، في سلمة تانية. أيوة أيوة كده. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. ملناش غيرك يا رب، احنا غلابة يا رب. يا رب هون علينا يا رب. احنا هنعطر عليها فين دلوقتي يا دعاء؟ يا ماما يمكن لما نرجع نلاقيها روحها. يا رب يا بنتي يا رب. هو الغريب انها قافله تليفون. ربنا يستر يا بنتي، ربنا يستر يا حبيبتي. استني يا بنتي، استني يا بنتي. خير؟ انا عارف ان اسفين. Thank you.
يا رضا. انت يا زفت. نعم نعم في ايه؟ بدي عليك ما بترديش ليه؟ طرشتي؟ انت خلصتوا اللبن كله؟ حرام عليك انا عندي بطوله. يا اختي تنيلي، يعني كان بطوله مسلسل تركي؟ بارك فيك. انت عارفه ان انا اصلا من الاول كنت متاكده ان انت اللي هتكسبي البطوله دي، عارفه ليه؟ اشمعنى بقى؟ لان انت اصلا اقوى بنت في الجامعه كلها. بعد كده بقى محدش هيقدر يقرب لك، الناس كلها تترعب منك اكتر ما كانوا بيترعبوا اصلا. هاتلي شنطتي من عندك يا نجاة. طيب اوكي. الشنطه يا نجاة. حاضر يا رضا. بس ايه يا بنتي الافتراء ده؟ انت مسكتي البت وطحنتيها. شفتي؟ شرفتك ها؟ جدا، بس ربنا يستر المره الجايه ما تعملناش مصيبه وانت بتشرفيني. لا يا شيخه بعد الشر. ربنا يستر. الف مبروك حبيبتي، عقبال كل مره يا رب. الله يبارك فيكي. رضا مبروك يا حبيبتي، بجد كنتي جامده جدا، اصلي اصلي يعني. الله يخليك. الف مبروك يا عم رضا. ربنا يخليك يا وحش. الواحد بعد كده يمشي في الجامعه في حمايتك ولا ايه؟ ما انت طول عمرك في حمايتي اهو. طب خد، عايز اقول لك على حاجه. يا رضا الله يبارك فيك. ما تيجي تحشش معانا النهارده بالليل عند الواد جوده؟ لا روح امك، انت عارف ان انا ماليش في الحشيش، انا بشيش. ايه ده يا بوزو، ايه الكلام ده؟ ايه ايه انت مالك؟ ده كلام شبان. مالي ازاي يعني؟ رضا صاحبتي لازم ادافع عنها. عليك انت وصاحبتك في يوم واحد. طب وليه يا عم الغلط ده بس؟ يا الله 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 الله. لا انا مش هقعد لك كتير، بس بقولك ايه، ما تخليش الغلط عليك. طب اقعد يا رضا، اقعد يا رضا، اقعد يا رضا. انت بتغفلين يا رضا؟ مش هتغفلين يعني؟ واد زباله وحيوان. ما قلت لك 60 مره ما تتكلميش مع الحيوان ده. ما كلموش ازاي يا رضا؟ مش خطيبي؟ كان خطيبك وسبتوا بعض. طب ما احنا رجعنا لبعض تاني امبارح. طب لحد ما تسيبوا بعض تاني بقى ما تكلمينيش تاني. ايه ده يا رضا، انت بتغيري عليا من خطيبي؟ انت مش طبيعيه بجد. هو ده اللي عندي. عاجبك؟ عاجبك اللي عملته؟ غفلتني هناك من غير ما اخد بالي على فكرة. انتوا كل ما تشوفوا بعض كده تعملوا لكم نصيبة مع بعض؟ على فكرة بقى، المرة الجاية لو قفشتها مش هحلها، هعورها في وشها.
لو تقدر بس عليها ابقى اعورها يا اخويا. والمصحف اقدر، بس تديني فرصه هي. على فكره بقى انا زهقت من اللي بيحصل بينكوا ده، ولو اتعرضت رضا تاني يبقى انسى بقى ان احنا نكمل مع بعض. ما انت شايفاه بتتعامل معاها ازاي انا؟ لا الله، ما انا مش برضو مش شويه يعني، هي داخله فرض عضلاتها عليا، كلتني بالنص هناك ما شفتش اي حاجه في وشي. انت يعني اللي بتتعامل معاها عدل قوي يا اخويا. يا ساتر يا رب، نسيب لها تكون شايفانا. ايه تعباك؟ قوي. معلش 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 يا بوز، روق كده وما تزعلش نفسك. البت زعلتني قدام الدنيا كلها. وبعدين انت ما حوشتش ليه؟ لا حوشت يا عم، مش واخد بالك ولا ايه؟ البت فرهدتني، اديتني زغدي بايديها، رزعتني على الكنبه. ما انت رخمت عليها برضو كتير. انا كلمتها يا عم انت؟ بقول لك ايه؟ قول يا كبير. خد ال 20 جنيه ديت، هتلاقي كالوش قاعد على القهوه في الصفت. خد واستناها في حته وزعلها في وشها. يا عم دي ما تكفيش، اعمل بقى اي حاجه. يا عم اتصرف بقى، انا كده كده ليا فلوس عنده. طب انت مش جاي معانا الطلعه دي ولا ايه؟ لا انا عندي محاضره. عندك محاضره؟ طب تمام، سلام. اكلمك على التليفون واطمنك. ماشي. دي شكلها ورمت ولا ايه؟ هو ده رضا؟ رضا يا بت هنا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بقى اللي جابوك يا بت. ماشيين ورايا ليه؟ انا لازمني بصراحه الكاس والميداليه اللي انت لسه كسبها من النهارده دول، عايزهم. بقول لك ايه، ما تخليش هتغابي على الكيان. تغابي على مين يا بت بدل ما اعملها معاك؟ حل على فوخ الساعات. لا بقى دول بقى لازمني. ما تخليش هتغابي عليه. تغابي على مين يا بت؟ بس بقى اقول لك على حاجه، طب بيخلي بقى البوكس ينفعك. نهارك اسود، ايه بنت اللي شردان لك وشك كده؟ انت كل يوم ترجعي لي متبهدله ومتخانقه كده، وشك وجسمك بقى كله شوارع. هتبوري وتقعدي جنبي وما تلاقيش اللي يرضى بيكي. انا اللي مش هرضى بحد. عمك لو شافك كده مش هيدينا ولا مليم. هو ده اللي يهمك؟ اللي عن سمايا يا امه، مش ناقصه ولولتك دي؟ ولولوا عليكي ساعه وسكتوا يا بعيده، من يومك وانت مجرسانه. ولما تكوني وجه محتاجي، خناقات في المدرسة وفي الحارة وفي البيت وكمان في الجامعة، منك لله يا شيخ، منك لله. شكرا. شكرا.
ايوه حقك عليا يا رضا، انا اسفه. انا اول ما عرفت اللي بوزه عمله معاك انا رميت له الدبله في وشه. انت فاكراني هسكت له؟ ده انا هفتح قرن ام بكره في الكليه. يا بنتي لا خلاص بقى، ما تعمليش حاجه تاني. بقول لك كفايه عليه ان انا رميت له الدبله في وشه، ده زمانه دلوقتي قاعد بيعيط لامه. المهم سيبك منه، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع. ايه رايك يا رضا لو تروحي لدكتور نفساني؟ انا اتفرجت على دكاتره كتير في البرامج وسمعتهم بيتكلموا على البنات اللي حالتهم زي حالتك، وهم بيقولوا ان هي اكيد ليها علاج. يا بنت اللي بتقولي ده، انت شايفاني مجنونه ولا بشد في شعر؟ ده انت اللي عايزه تروحي للدكتور. يا بنتي انت صاحبتي واختي وانا عايزه مصلحتك وخايفه عليكي. اسمعي الكلام بقى عشان خاطري، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم تروحي للدكتور، ويا ستي لو انت شايله هم الفلوس انا هدفع لك فلوس الدكتور، ولما تقبضي بنتهي. اتفقنا؟ ما هو من الاخر كده انا خلاص حجزت لك، وهتروحي يعني هتروحي، وهاجي معاكي كمان. مش رايحه حته. بقول لك ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. سلام. عليكم. عليكم السلام يا رضا. ارضحي برضو يا امه، حرام عليكي، الواد الصغير اتهفت ما بياكلش. قال يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، وهو ده الموجود. بطلي بطر بقى. والله ما بطر يا امه، والله ما بطر، بس انا بشقى وبتعب في الكليه وفي الشغل، حرام عليكي. وبعدين انت قاعده بتاكلي وسايبه عاطف، هو فين يا بنت؟ الواد في الدرس. طيب. بقول لك ايه، ما تكلمي عمك يشوف لك شغلانه بمرتب كبير شويه، ده حقك عليه يا عبيطه. ان شاء الله هيحصل يا امه، هشوف انا شغلانه تانية، بس ادعي لي بس اخلص كليتي على خير. ما تدعي لي يا امه. ربنا ينجحك يا اختي. حصلت اروح لدكتور نفساني؟ وانا مجنونه؟ انا مش مجنونه عشان اروح لدكتور نفساني. ايه بنت يا رضا لابسه ومتقدكه كده وراحه على فين؟ راح اتفسح. اتكلمي عدل يا بنت، رايحه فين؟ يعني هكون رايحه فين على صباحيه ربنا كده؟ رايحه الكليه، مفيش فطار. لا مفيش فطار عشان مفيش فلوس. امبارح مفيش عشاء والنهارده مفيش فطار. انت بتاكلي فلوس يا وليه؟ كلك السم، مش بتفطروا وتتغدوا وتتعشوا؟ بقول لك ايه، اعملي حسابك اما ترجعي من الجامعه هتاخديني معاكي عند عمك، مش هو يبقى قاعد في النغنغه دي كلها واحنا مش لاقين ناكل. حرام عليكي، الراجل كل شهر بيدينا شهريه وهو مش ملزم بيها، كمان نضايقه ونروح له لحد عنده نرخم عليه، ايه بقى؟ وبعدين انا اصلا النهارده وبكره مشغوله ما عنديش وقت. سلام. رحمه ابوكي لا اروح له بنفسي، وانا هغلب يعني. ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي. لا مش هنا، هنا. ما هنا كويس حضرتك. لا معلش، استاذنك تقعدي هنا. ها قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ Thank you.
عايش ميت يا دكتور. حاسس اني مسجون في جسم حد معرفوش، واحدة معرفهاش. مش ده جسمي؟ مش المفروض يبقى ده جسمي؟ عارف يا دكتور، وانا صغير كنت كل ما بنام بتخيل ان انا هصحى الاقي نفسي رجعت الجسم الطبيعي، جسم راجل. غير ان انا دايما حاسس ان كل الناس ما بتحبنيش، محدش بيحبني، حتى اهلي، اصحابي، الناس اللي في الشارع بيبصوا لي بصات سخيفه بيتريقوا عليا، بيسالوا اسئله سخيفه ما بعرفش ارد عليها. كتير بيضطروني ان انا اتخانق ويجروا شكلي، فبضطر اتخانق معاهم واضربهم واتضرب. محدش بيحبني، انا تعبت ومش لاقي حل اللي انا فيه، مش عارف اعمل ايه. ها كملي يا رضا، ايه تاني ممكن يضايقك؟ نجلاء، كل الناس فاكرينها انها صاحبتي، بس هي حبيبتي. انا بحبها قوي، بس مش عارفه اقول لها. خايف تزعل مني تتصدم، مش بعيد تفتكرني شاذ، وانا بعرف ربنا مش عايز اعمل حاجه غلط. ايوه، هو الحقيقه يا رضا المرض اللي عندك ده اسمه GID، نوع من انواع الاضطرابات في الهويه الجنسيه. يعني ايه؟ يعني جسمك بيبقى جسم بنت، لكن كل تصرفاتك وميولك كلها ذكوريه. ده حل ايه؟ والله الحل انت محتاجه شويه علاج تمشي عليه، وبعد كده هنشوف. ماشي يا دكتور، يا ريت. ان شاء الله. انت ما طلعتيش معايا ليه عند الدكتور؟ كنت محتاجاكي قوي. ما كانش ينفع اطلع معاكي يا رضا، متهيألي كان لازم تبقي لوحدك احسن. المهم طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ انا ما فهمتش منك حاجه. كتب لي على ادويه وقال لي ابقى اروح له تاني. طب انا عايزاكي تيجي معايا عند عمي، عشان هو المفروض يديني النهارده الشهريه بتاعتي، وبالمره اديكي حق كشف من الدكتور بقى. ماشي يا رضا، اوكي، بس ما نتاخرش والنبي بسرعه. اه المقطم يا اسطى. يا سلام يا اولاد، ده الجو حلو قوي النهارده، يا ريتنا كنا بدأنا شغل بدري يا جدعان. ما تبص قدامك يا اسطى وتركز في سواقتك. لا بقول لك ايه يا انسه، هو احنا في اكتوبر ولا نوفمبر؟ والله ما اعرفش. والله احنا في ايه؟ ما قلنا لك بص قدامك، هو في ايه؟ جرى يا اختي، انت حد جه جنبك؟ انا بكلم الحلوه، ولا انت انا عشان مش لاقي حد يكلمك كلمتين حلوين؟ بكره ان شاء الله تلاقي نصيبك وتلاقي اللي يقول لك كلام شبه كده. توقف على جنب يا اسطى عشان اقسم بالله العظيم يا سعاده الباشا ما عملت لهمش حاجه، انا راجل سواق شقيان على لقمه عيشي من صباحيه ربنا. يا بيت حرش بينا، فاضطريت ادافع عن نفسي. اسكتي انت، اتفضلي انت. ايوه يا فندم حضرتك، هو ده اللي حصل بالظبط فعلا، السواق ده عكسنا احنا الاثنين وحصل منه تحرش لفظ. يعني عاوزين تعملوا محضر تحرش؟ لا 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 يا باشا خلاص، محضر ايه بس، انا متنازل عن حق سعاده الباشا وهاتيه تبقى قصادي. وانا مش متنازل عن حقه، ومتمسكه ان انا اعمل له محضر تحرش. يا بنتي بس بقى، ابوس ايدك خلينا نخرج من هنا. وحقنا حقنا ايه ده، انت بوظتي للراجل وشه.
كفايه بقى حقنا خدناه وزياده. ماشي عشان خاطر الانسه بس. انت ذكر يا بنت؟ اللهم طولك يا روح. يا فندم انسه انسه يا فندم، البطايق مع حضرتك اهي، ممكن بقى نستاذن احنا؟ اتفضلي. مع السلامة. طب وانا يا باشا؟ انت بقى تغور في 60 داهية وما اشوفش وشك هنا تاني. حاضر يا سعادة الباشا، حق البطاقة بس. يلا غور. شكرين يا باشا. Thank you.
عامله ايه دلوقتي؟ مفيش فايده يا دكتور، محصلش حاجه، والدواء اللي حضرتك كتبت لي عليه ده معملش معايا اي حاجه، لسه الناس عماله تضايقني، بتضايقني كمان اكتر من الاول، مش عارف اعمل ايه. طيب احساسك ايه بجسمك؟ زي ما هو، مفيش حاجه جديده، مفيش تغيير. انا لازم ابطل الدواء ده، غالي قوي على الفاضي وما منوش فايده، ما بينوبني منه بس غير الزغلله، بحس ان انا مخي منمل ومش عارف اشتغل، ده انا حتى مبقتش عارف اشوف شغلي في الصالون زي عوايدي. طيب انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت يعني من وجهه نظرك انت شايفه ايه اللي يرضيكي؟ اللي يرضيني هيكلفني كتير، مش هعرف اعمله عشان هيحتاج مني فلوس كتير قوي. يا نصيبتي يا نصيبتي يا نصيبتي يا نصيبتي، اوري وشي للناس في الحاره ازاي؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي قلبت تكر؟ ياما انت شفتين رحت عملت العمليه؟ هو انا حلتي حاجه عشان اعملها اصلا؟ ياما ده احنا بنكح زباله. بنكح زباله يا بنت، ما ينفعش، حرام حرام. ربنا خلقك بنت تقومي تغيري خلقه ربنا وتقلبي راجل؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت طب اسالي شيخ الجامع، اسالي القسيس، اسالي الافتى، اسالي كل الناس، هتجننيني، جننتيني جننتيني جننتيني. الله يكرمك. يا انا بالله. أنا مش مصدق إن الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده آخر الزمان. إياكي وإنك تغيري خلق الله. حرام اللي أنت بتقولي ده يا بنتي. طب وإيه هو الحلال؟ إنك تفضلي زي ما خلقك ربنا. هفضل كده، هعيش أتعذب. أي عذاب في الدنيا أهون من أقل عذاب في الآخرة. والله ده علامات الساعة. أي واحد مش عاجبه شكله يقوم يغير جنسه، ده كلام. الموضوع أكبر من كده يا سيدي. هو الموضوع كده. بطلي جدل بقى. طب بالنسبة للصلاة؟ مالها الصلاة هي كمان؟ أصل أنا ساعات بنسى وبصلي من غير ما احط طرح على شعري. صلاتك مرفوضه. مرفوضه؟ مرفوضه ليه؟ انت ليه قررت انها مرفوضه؟ مرفوضه ليه؟ انت هتوزع الجنه والنار على مزاجك ولا ايه؟ انت
راجل غبي. انت جاي تشتميني هنا يا قليلة الادب؟ لولا ان انا في مكان محترم كنت ضربت. ده بره. الهي يا رب تشوفه في عيالك عشان تعرف يعني ايه عذاب الدنيا. بره. حول لا قوة الا بالله. أنا مش مصدق إن الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده آخر الزمان. إياكي وإنك تغيري خلق الله. حرام اللي أنت بتقوليه ده يا بنتي. صلاتك مرفوضة. قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. شكرا شكر الله يا سعيكم. البقاء لله يا حسرة على العباد ما يأتي ألم يروا كم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. تفضل نقعد هناك. تفضل السلام عليكم حبيبي. تفضل يا استاذ. تفضل تفضل تفضل. طبعا انا قصدت اجيبك هنا عشان نعرف نتكلم براحتنا بعيد عن العزاء. تفضل اتكلم يا استاذ. دمي. انا كنت عايز اقول بس مش هقول. ما تقول يا بيه. يعني اقول. تفضل قول. السلام عليكم يا حاجة. عليكم السلام. حضرتك معاكي فهيم محمد فهيم محامي وهبة بيه. وعايز اقول لك بقى ان وهبة بيه كتب كل ورثه باسم رضا. علي صوتك كده وقول الكلام ده كله من الاول عشان انا مش فاهمة حاجة. بقول لك انا فهيم محمد فهيم محامي وهبة بيه وعايز اقول لك ان وهبة بيه كتب ورثه كله باسم رضا. الله يرحمك يا وهبة بيه الله يرحمك. كمل يا استاذ. اكمل ايه بس؟ ما انا قلت لك اهو كتب الميراث ومش عايز اي كلام تاني. طب وعاطف؟ لا الوصية ما فيهاش أي عاطف. ما تقلقيش يا أم أنا مش هسيبكوا أكيد هظبطكوا. أنا مش بنت كلب أوي كده. قطع لسان اللي يقول عليكي كده يا ضنايا. أنا بس همي على الواد. يعني البت تاخد كل حاجة والواد يبقى بلبص. الواد قاصر يا حاجة قاصر. ما تقلقيش ما تخافيش على أخويا أخويا معايا. المهم ما تقوليليش يا بت دي تاني. حاضر يا أختي قصدي حاضر يا أخويا. طب المهم يا استاذ احنا نقدر نستلم يعني الميراث امتى؟ عيب يا رضا من النهارده لو تحبي كمان ما يبقاش معاكي فهيم محمد فهيم وتقولي نستلم امتى. وخلي بالك انا كمان من ضمن الميراث يعني انت ورثتيني انا المحامي بتاعك. ايوه يعني الخطوه الجايه ايه؟ ان شاء الله تجيلي بكره الصبح المكتب عشان نخلص كل الاجراءات وتستلم الفيلا والفلوس وكل حاجه كل اللي انت عايزاه. يلا استاذن انا بقى. السلام عليكم يا حاجة. لا 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 استنى 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 ده انت وش السعد استنى اما نجيب لك شربات. لا لا شكرا يا حاجة شارب شارب. السلام عليكم. امسك.
سمي سمي وادخلي برجلك اليمين يا اختي. ازيك يا اخويا؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة. انا عايش في الفيلا دي؟ مش كام شهر مستر ابوك؟ ايه؟ بتلمي يا ولد؟ انت هتتنمرض من اولها؟ سيبيه يا ماما، عاطف عنده حق. خلاص ما عادش ينفع يروح المدرسه اللي بيروحها دي تاني. ليه يا اختي؟ بقى لما ربنا يفتحها علينا نقعد الواد من المدرسه؟ نقعده ونوديه مدرسه الله.